ليلة سوبر رائعة بصراحة، في كل أحداث كرة القدم، فيها لعب، فيها إثارة، فيها نتائج، فيها حماس وحبس أنفاس في كلا المباراتين حتى آخر لحظة. العنوان الرئيسي الجمال اليوم كان في يوم السوبر بصراحة، يقدم لجمهور الاتحاد وجمهور النصر اللي اليوم أعطوا صورة رائعة في الملعب، شكل جميل، تشجيع مستمر، إثارة، تفرغ لتشجيع الفريق وتحميس اللاعبين، وما كان في يعني فيما شاهدنا على الشاشات أي خروج عن النص، وكانت ليلة مكتملة بصراحة لمحبي ومتذوقي كرة القدم. فاز الفيحة على الهلال ووصل للنهائي، فاز الاتحاد على النصر ووصل للنهائي، الهلال والنصر خارج هذه البطولة، واستحق الفيحة طبعا واستحق الاتحاد الفوز. راح نبدأ